الشرط لأن المؤمنين عند شروطهم ما دام هذا الشرط لا يحل حراما أو يحرم حلالا. وأسأل الله أن يوسع علينا وعليهم. الفتح على روح فلان هذا ليس من السنة وهذا لا يجوز أصلا. الفتح على روح فلان لا أصل لهذا القول. ليه يا أخواني؟ خلي بالكم الفتحة قراءة الفتحة عبادة ولا مش عبادة؟ أو يقول لك مثلا الفتحة للنبي عليه الصلاة والسلام، الفتحة قراءة الفتحة عبادة ولا مش عبادة؟ لا عبادة، من أعظم العبادات قراءة القرآن. طيب هل يجوز أن تصرف العبادة لغير الله؟ أبدا، ولا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ضرش الفتحة للنبي، العبادة للنبي لا يليق أبدا، وإنما الفاتحة لله. طيب الفتحة على روح فلان يعني نقرأ القرآن على روح فلان لمسألة أن هذا هو القصد. قراءة القرآن على الأموات فيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول بعدم الجواز ومنهم من يقول بالجواز، مسألة فيها قولان ذكرهما أهل العلم. حتى ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى، حتى ابن قدامة في المغني وغيره، فالعلماء قولان. وقد فصل هذه المسألة تفصيلا بديعا شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح تفصيلا بديعا. والعجيب أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد جوز أن يقرأ القرآن للمتوفى، جوز هذا. أنا بس بقول ما نقولش أنا لا أعلم دليلا، أنا لا أعلم دليلا، مع أنه شيخي ابن القيم شيخي وأقول هذا، لكني لا أعلم دليلا من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي ذهب إلى المقابر، إلى قبر صاحب من أصحابه أو إلى قبر خديجة رضي الله عنها وجلس على القبر وقرأ الفاتحة أو قرأ أي سورة من سور القرآن. لا أعلم دليل على ذلك. من كان عنده دليل فليسعفني به والله وسأقول به إن كان الدليل صحيحا، إن كان الدليل صحيحا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى المقابر أبدا، ولم يثبت عنه أنه قرأ القرآن صلى الله عليه وسلم لأصل، لكن ثبت أنه دعا. وأيضا يعني للعلماء قولا كما ذكرت في المسألة، فهناك من يقول يعني ويأخذ بأدلة عامة، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مقيد، لأنه كثيرا ما زار المقابر وكثيرا ما ذهب إلى المقابر مقيد. حتى ولو أتيت بالدليل ففعله عليه الصلاة والسلام مقيد لهذا الدليل، أو مبين لهذا الدليل، أو مفسر لهذا الدليل، أو موضح لهذا الدليل. الشاهد يا أحباب، أنا أقول طيب قراءة القرآن من أعظم العبادات، هل يجوز يا مولانا التوسل إلى الله بالعبادة بالعمل الصالح؟ نعم يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح. طب ما تخلي بالك، طب أنا ممكن أقرأ القرآن، أنا بحلها لك أهو، أقرأ القرآن ما يسر الله لي، وبعد ما خلص أقول اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن ألا تحرم أبي أجر هذه التلاوة. الله، دعاء جميل، وخرجنا من الإشكال وخرجنا من الخلاف. اللهم إني أتوسل إليك بقراءة القرآن ألا تحرم أبي أجر هذه التلاوة، أو ألا تحرم أمي أجر هذه التلاوة، أو ألا تحرم ولدي أجر هذه التلاوة، وأن تجعلها في صحيفة حسناته. وبذلك نكون قد خرجنا من الخلاف كله، ولله الحمد.